يا سيدي ربي يسوع المسيح هنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأن تبصر ولأذانكم لأن تسمع فنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي صلوا من أجل الإنجيل المقدس أرموا راحا اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا ووصونا نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك يا رب اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا ورجاؤنا كلنا وخلاصنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا وانت الذي نرسل لك الى فوق المجد Evangelio. بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا البشير بركاته بركاته على جميعنا أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك أغني للرب لأنه أحسن إلي بسم الرب ربنا وإلهنا
ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا. ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. فقال لهم: متى صليتم فقولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له: يا صديق اقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له؟ فيجيب ذلك من داخل ويقول: لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم: وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. وأنا أقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. بسم الاب والابن والروح القدس لله واحد امين. فلتحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. الانجيل الذي استمعنا اليه الان وعلى لسان القديس لوقا الانجيل البشير انما يذكرنا بهذا اللقاء الذي جاء احد التلاميذ وقال للسيد المسيح له المجد: علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه.
فقال له السيد المسيح: متى صليتم فقولوا هكذا؟ ومن تلك اللحظة استلمت البشرية جمعاء هذه الصلاة، وتسمى الصلاة الربانية لأن اللي علمنا إياها الرب يسوع المسيح. هذه الصلاة فيها حياة الإنسان كاملة، وكل كلمة في هذه الصلاة هي تحتاج إلى مواضيع روحية نخوض فيها بعمق لنصل إلى ما كان يقصده الرب الإله لكي ما يحيينا بهذه الكلمات: أبانا الذي في السماوات. إحنا الوحيدين كمسيحيين، إحنا الوحيدين في شعوب البشر كلها اللي نقول ربنا أبانا. إحنا الوحيدين كمسيحيين بمختلف الطوائف اللي نتجرأ ونقول له أبويا السماوي. إحنا الوحيدين اللي بيننا وبينه دالة أعطيت لنا من خلال اختياره لنا كأبناء ليه وخاصة ليه، زي ما قال: قد اخترتكم وميزتكم من بين الشعوب لتكونوا لي، كونوا قديسين كما أني أنا قدوس أيضا. أنا أصغر بكثير من أن أخوض معكم في هذه الصلاة الربانية، ولكن خاض أو قادنا فيها معلم الأجيال قداسة البابا شنودة الثالث، وله كتاب كتب فيه بعض من التأملات الروحية اللي تغذي كل واحد فينا، وسماه على جلد عنوان الكتاب: أبانا الذي في السماوات. إذا ربنا أراد اليوم على لسان القديس لوقا الإنجيل البشير يقول لنا: يا جماعة اوعى تستهين بأبانا الذي، أنت الوحيد اللي أنا سمح لك تقول لي يا أبي يا أبويا أبانا. الناس الآخرين الغير مسيحيين بيكلموا ربنا وبيصلوا، بس ما فيش حدا بيقول له أبانا غير ولاد ربنا المسيحيين، وهذه ميزة. أبانا يعني في تبادل بين أبوته الحانية لينا وبنوتنا احنا ليه، في تناغي في الحب، لأن هذا الحبيب الذي أحب كل نفس حتى المنتهى وقال: محبة أبدية أحببتك، لأجل ذلك أدمت لك الرحمة. طب يا رب هنمشي الطريق في الحياة وإحنا لسه على الأرض إزاي؟ قال: أنا أديتك المفتاح بتاع الحياة. إيه هو يا رب المفتاح؟ متى صليتم فقولوا هكذا: أبانا أبانا. مهما تبقى ملخبط الدنيا طول اليوم، بس لو وقفت قبل ما تنام وتقول له: أبانا الذي في السماوات. وقلت لحضراتكم الأسبوع الماضي أو أعتقد اللي قبل الماضي عن هذه العلامة، وإحنا بنصلي أبانا الذي، وإحنا كل ما نقف قدام ربنا فاتحين إيدينا التنين عاملين هيك، حكت لكم إياها الأسبوع الماضي أعتقد، هذه علامة الاحتياج. يا رب حط هنا، حط حاجة علامة الاحتياج، بدل ما أقول له أنا محتاج أنا محتاج أنا محتاج، أقف قدامه وصلي الصلاة الربانية واعمل ايديك التنين هيك، هو خلاص فهم المواضيع كلها. وقال في الكتاب المقدس: يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. يعني مش لازم تقعد تعدد: يا رب ما أنت شايف الغلا، يا رب ما أنت عارف الديون اللي علي، يا رب ما يا رب. مجرد بس تعمل ايديك هيك، ايديك التنين هيك. وقلت لحضراتكم لما بنيجي نعمل المطانية بنقفل ايدينا بقى، نعمل كده ايديا الاتنين وننزل: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. إيه تذكرة الإيد دي؟ تذكرة الإيد دي يعني معك يا رب لا نريد شيئاً على الأرض، ما أنا نازل أعمل المطانية على الأرض، السجود على الأرض، أنا مش عايز حاجة من الأرض، فعشان كده بقفل إيدي. لكن لما نقف ونظرنا لفوق، ها، رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب، يا رب أسرع وأعني، أعمل له الحركة دي. هو فاهم عليك بقى، هو عارف، ومش لازم تقف تعدد. دي كلمة أبانا. عارفين لو ادينا كلمة أبانا حقها
ممكن نقعد لآخر الصيام هنا كده ما نتحركش. كلمة أبانا دي كلمة غالية، كلمة غالية. ده احنا لما الواحد أبوه بيموت بيشعر إنه يعني بقى ناقص في الحياة، أبويا مات في حاجة ناقصة. طب أنت أبوك ده لا يموت، أبوك ده لا ينعس ولا ينام حافظك، أبوك ده نقشك على كفة يده، أبوك ده قال لك وعدك من يمسكم يمس حدقة عيني، إن نسيت الأم رضيعها أنا لا أنساكه. كل ده داخل فيه كلمة أبانا بس. ونبقى منيلين الدنيا كلنا طول اليوم، شتائم، مسبات، معايرات، خصام، أحقاد، وا 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 وا، وبعدين بالليل نقف ونقول له أبانا ونعمل كده، يقول لك تعالى ما أنا أصلا بحبك وأصلا فديتك بدمي، مش هرفضك، مش هرفضك. وهو وعد وقال كل من يقبل إلي، كل دي داخل فيها الخطاة والشتامين والحلفين والكذابين والنمامين والشهوانيين، وا 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 وا، كل من يقبل إلي لا أخرجه خارجه، مش هرفض أي واحد فيكم. هي دي كلمة أبانا، هي دي كلمة أبانا. على فكرة لو نقعد كده كل واحد بيننا وبين نفسه، والواحد يفحص نفسه في أيام الصوم المقدسة دي، هيطلع كم كبير مننا يقول على فكرة أنا يا رب أنا ما استاهلش أقول لك يا أبانا. زي الابن الضال بالظبط، قال أنا أرجع أقول له يا أبويا مش هينفع، اللي عملته ده مش هيخليني أقول أتجرأ وأقول له أبويا. طب أقول له يا إيه؟ أنا أديله يا إيه؟ قال لا أنا أحسن حاجة أنا لقيت الحل. ده بينه وبين نفسه مكتوب في الكتاب ورجع إلى نفسه. إيه في إيه؟ لقيت اسم هتقول له يا إيه؟ قال هقول له أنا لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد إيه؟ وجرائك. وجرائك يعني شغيل عندك، شغيل. والشغيل ده مش من نفس طبقة الابن، فهو عشان شعر بخطيته راح منزل نفسه من طبقة البنوة. أنا ما ينفعش أروح أقول له يا أبويا ده أنا نيلت الدنيا خالص، لا مش هينفع، أنا أدور على لقب تاني. أحسن شيء أقول له أنا لا أستحق أن أكون أن أدعى لك ابنا. أدعى يعني أي حد يفتكر، مش أنا دي لك، لا ده أنا لا أستحق أن حد يفتكر أن أنا ابنك. بل اجعلني كأحد أجرائك. كلمة أبانا كلمة غالية، كلمة غالية. عشان كده قلت لحضراتكم خدنا تدريب قبل هيك، أول ما تقعد في جلسة الاعتراف قبل ما تتكلم مع أبونا، أبونا أنا أخطيت أمام أبويا السماوي وأمام المذبح المقدس وأمام كهنوتك. دي البداية الحلوة بتاعت جلسة الاعتراف. طبعا في أساليب في الاعتراف حكينا عنها كتير غير مقبولة. أول ما أقعد أقعد أحكي على اللي في البيت عندي، أول ما أقعد أبونا أنا تعبان في شغلي، احكي لأبونا اللي بدك إياه، بس أنت الجلسة دي السيد المسيح وأبونا وأنت، فعشان كده تبدأها بموضوع أبانا ده. إيه؟ اشحت البركة، أطلب النعمة، أطلب الشفاء، أطلب الرحمة. دي رفعت الإيد دي كده برضو عايزة نقعد نحكي عنها، دي تعني إيه بالنسبة لربنا لما يبص من فوق. أبانا الذي في السماوات. أبانا، أبانا يعني فيها نغمة التوبة. أنا لخبطت الدنيا طول اليوم، بس أنت برضو أبويا وبرضو راجع لك أنت آخر واحد. يوم ياخدك في حضنه ويطبطب عليك. وفي مثل الابن الضال المسيح بيأكد لنا أنه مش هيخليك تنطق بكلمة لست مستحقا أن أدعى لك يا ابن، أنت ابني. طب والكنيسة كلها يا رب؟ قال بس 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 بس، ما أنتوا عشان في بنوة، في أبوتي ليكم وبنوتكم معايا، لا أعود أسميكم عبيدا. خلاص ما فيش سيد وعبيد، بل أسميكم إيش؟ أحباء.
إيه الجمال ده؟ إيه الآب الحنون ده؟ إيه ده؟ ده في حاجات مش عارفين نعبر عنها بالكلام. لا أعود أسميكم عبيدا. شوف نظرة ربنا لكل واحد فينا. أنت مش عبد، بس إحنا بقى نقول له في اللحن بتاع يا الله ارحمنا، نقول له نحن إيش؟ عبيده. إحنا مش ناسين الزمن بتاع جدودنا لما كان في السيد والعبيد. لما نقول له نحن عبيدك في اللحن مع الشمامسة، إحنا بنقول له ما ننساش أصلنا التراب، ونقر في مضمونها أن إحنا أولادك يا رب. أبانا الذي في السماوات، والعلامة دي كده، العلامة دي كده. عشان كده أيها الأحباء، ربنا كل شوية يذكرنا أبانا الذي في السماوات. اوعى تكروتها. وطبعا دلوقتي بقى في أبانا الذي في السماوات حديثة قلت لكم عليها قبل كده، اللي هي أبانا الذي في السماوات أمين، أبانا الذي في السماوات أمين، على السريع تكوي كده لأنه ما فيش وقت، بسرعة. وبرضو ما نيجي نصلي على الأكل، زي ما قيل إن أسرع أبانا الذي هي أبانا الذي بتاعت الأكل، لأنها بتتاكل أكل يعني بسرعة. أبانا الذي في السماوات، عارف لو ضليتك تقولها ببطء كل يوم، اتفرج حياتك هتتغير إزاي. لأن ليتقدس اسمك، يعني يا رب رجعني الحياة القداسة، لن أنطق إلا بكلمات القداسة. أنت دعوتني أنا أن أكون قديس عشان أنت القدوس. دي برضو رجع الأبانة، رجع الأبانة. وفتحة اليد كده، يا رب رجعني الحياة القداسة اللي أنت اخترتني من أجله. قد اخترتكم وميزتكم من بين الشعوب لتكونوا لي، كونوا قديسين كما أني أنا قدوس أيضا. أبانا الذي في السماوات، أبانا. طب يا رب، مش معنى يعني الجزء ده في الإنجيل ده ترتب بوحيك الإلهي أنه يتقال مع بداية الأسبوع الأول للصوم؟ ما احنا لسه بادين يوم الاثنين الصوم الماضي. قال يلا عشان ترجع البنوة الحقيقية منك لي، وأنا أبوتي مش هرجعها، أنا ما بشيلهاش، أنت اللي بترفضها، أنت اللي بتصدها، بس موجودة ليلا ونهارا. أبانا الذي في السماوات. النهاردة القديس لوقا الإنجيل عايز كل واحد فينا يرجع يصلي الصلاة الربانية اللي حطها إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، تصليها بقلبك وبحواسك وفكرك قبل شفتيك تنطق بهذه الكلمات. أما لماذا يا رب في الأسبوع الأول للصوم؟ عشان تجمع كل المعاني اللي فيها. واللي ما عندوش كتاب بتاع ده كتيب تقراه ربع ساعة في أبانا الذي كلها. اللي ما عندوش الكتاب بتاع البابا شنو ده موجود في المكتبة تحت، وتقدر تطوله من على النت وتعيش الكلمات اللي ربنا بيقولك. انت في بداية الصيام، انت لسه في الطلعة الأولى الأسبوع الأول، لو سمحت صلي لي أبانا الذي. شوف هو اللي اختار من نعمه علينا ان احنا نقول له أبانا. هو فرحان باللقب ده، هو فرحان، هو عايزك تقول له يا أبويا، يا أبويا السماوي. هو عايزك تقول له كلمة، عايز يسمعها منك. ده مطلبه حينما ذهب هذا التلميذ ليسأله علمنا كيف نصلي كما علم القديس يوحنا تلاميذه. فقال له لو سمحت لما تيجوا تصلوا، لما تيجوا تحكوا معي ناديلي باسمي. اسمك ايش يا رب؟ قول لي يا ابويا، قول لي ابانا. وما تعمل لي ايديك هيك، انا هعرف كل احتياجاتك، او انا عارفها وكل طلباتك. ابانا الذي في السماوات. شوف بقى النهارده مع القديس لوقا ربنا بعت لنا بس ايه كده ناخدها على السريع عشان الوقت. احنا خدنا الآية دي الأسبوع الماضي لما قلنا ليش هصوم، فاكرينها؟ ليش هصوم؟ لأنه أشبع نفسا مشتهية.
أنا ببحث عن الشبع. ليش هتصومي؟ لأنه ربنا ملأ نفسا جائعة خيرا. إحنا بنصوم عشان هيك. هذا العمق اللي يربطنا رباط لا يزول بأبانا الذي في السماوات. ليش هتصوم من بدايته؟ ما تفوت لك أسبوع أسبوعين. لأنه أشبع نفسا مشتهية، وأنا عندي شهوة قلبية أن أنا أعيش معاه، عندي شهوة قلبية أفتح إنجيلي كل يوم، أصلي بالأجبية كل يوم. يبقى في فترة انقطاع كل يوم ما عدا السبت والأحد، يبقى في ولو مطنيات قليلة كل يوم، في شبع. عشان كده هصوم. الصوم شبع، أشبع لأنه أشبع نفسا مشتهية. هذه في صف في المزامير مزمور 107. وليش هتصومي؟ لأنه ملأ نفسا جائعة خيرا. النهاردة بقى مع أبانا الذي في السماوات، شوف ربنا بيقول لكل واحد فينا إيش، بيقول لكل نفس بشرية إيش. هنختم بيها، بيقول قومي، بيكلم كل نفس بشرية، دعاها أن هي تقول له يا أبويا السماوي. كل نفس بشرية بيقول لها قوم استنيري. ده زمن الصوم المقدس. الصوم ده أنا صمت عنكم، صام عنا 40 يوما و40 ليلة. لو سمحتي بالنفس البشرية، رجل، امرأة، ذكر، أنثى، فتاة، فتاة، قوم استنيري. استنيري جاية من النور، معناته أنه هو عايز يزيح الظلام اللي كل قلب واحد فينا مليان ظلمات. قوم استنيري، هذا وقت الاستنارة، وقت النور، وقت الفرح، وقت الصوم. قوم استنيري لأنه قد جاء نورك. نورك، احنا عارفين مسيحنا اللي اليوم بيقول قول لي يا أبويا، ها، فأبانا الذي، هو قال أنا نور العالم، وبعدين رجع قال أنتم نور العالم. وإحنا نقر إن هو النور في قانون الإيمان. كل ما نقف نصلي مش في القداسات بس، نقول نور من إيش؟ من نور، إله حق من إله حق. فبيقول ده زمن الصوم، قومي استنيري لأنه قد جاء نورك. النور بتاعك، في إلك نور يا نفس يا بشرية، قومي خديه، قومي احصلي عليه، قومي استمتعي بيه، قومي اشبعي منه. قد جاء نورك. ليه في ناس زي ما دخلوا الصوم زي ما طلعوا؟ ليه في ناس تاني يوم عيد القيامة تلاقي التكشيرة والهم والغم مبين على وشه والإيد على الخد؟ ليه؟ لأنه لم يستنير في أيام الصوم، لم يستنير. لما ما فيش استنارة في القلب والعقل والفكر والحواس، بتكبر وتتضخم مشاكل الحياة، فنعمل من الحبة قبة، والمشاكل دي هي اللي هتكون لك التاج. كيف تاجك في السماء سوف يكون، من خلال تعبك في الحياة هنا، من خلال جهادك في الحياة هنا. فكيف تصوم وتبدل طعام بطعام ولسه سمات الشخصية الوحشة زي ما هي؟ الغضب هو هو، اللسان هو هو، الفكر اللي مش نقي هو هو، الكراهية هي هي، الحقد هو هو، الرغبة في الانتقام. ما هو أحياناً تكون الشتائم نوع من أنواع الرغبة في الانتقام. بعدين أنت صايم، الحمد لله أنا صايم من أوله. النهاردة ربنا بيقول كفاكم، خلاص الأسبوع الأول فضل فيه، بكرة وبعده، بكرة بكرة بس، وبعدين الأحد اللي جاي ده أحد الكنوز، ونقول فات أسبوع من الصوم. في ناس تقول الحمد لله فات أسبوع، أهو باقي 6، عايز بقى حد يعني يقول له الباقي في حياتك وربنا يعينك، هتعمل إيه بقى؟ حظك كده طلعت مسيحي. وفي واحد يقول يعني لو يخلوا 55 دول يضربوهم في 2 في 3 مش هنشبع، مش هنشبع. وهو ده دي في المزامير في عهد قديم، هو جه في التطويبات في العهد الجديد في متى 6
راح قايل طوبى للجياع والعطاش إلى إيش؟ إلى البر، لأنهم إيش؟ يشبعون. يشبعوا إمتى؟ زمن الصوم، زمن الصوم. قوم استنيري لأنه قد جاء نورك. معناته ربنا عايز يشوف كل ولاده وبناته مصابيح مضاءة، مصابيح مضاءة. على فكرة مصابيح دي كلمة قليلة وهتشوفوا دلوقتي، ومجد الرب أشرق عليك. عشان كده الناس في الصوم تلاقي وشهم باسم الصليب، هم لا بيأكلوا فراخ ولا لحمة ولا أسماك ولا 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 ولا، بس وشهم ما شاء الله هيك النعمة مبين على وشهم، والابتسامة ما بتغادر وجوههم، وهو مش لاقي ياكل ما معوش خمس دنانير في جيبه، بس فرحان بربنا. ليه؟ لأنه هو صايم، مكن ربنا بتاع أبانا الذي في السماوات، مكن ربنا إنه يشرق عليه، ومجد الرب أشرق عليك. وما حد بقى يقول لك أنت ملك مبسوط قوي كده يعني فرحان في إيه؟ اللهم اجعله خير، مالك؟ تقول له أبداً مجد الرب أشرق علي. إحنا صايمين والصوم يجلب الفرح لأنه بيقربنا من ربنا، لأنه في استنارة، في استنارة. الفكر ده يتصفى ويبقى نقي، القلب ده يتصفى يبقى نقي، العين تتصفى وتبقى نقية من الشوائب اللي عاملة ضبابية للرؤية الحقيقية. فربنا ما بيقبلش ولاده يكونوا مصابيح مضيئة. أنا دايماً أقول لكم ربنا يجعلكم شموع مضاءة في كنيستي، كلمة شموع دي أقل كلمة، وكلمة مصابيح أقل كلمة. شوف أنت عند ربنا إيه. في أشعياء الإصحاح 60 يقول لك الرب يكون لك نوراً أبدياً، وبعدين يقول لك لا تغيب بعد شمسك. الله 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 الله. إيه يا رب؟ إيه الموضوع؟ قال أنت شمس، أنت لا تغيب بعد شمسك، وقمرك لا ينقص. إيه ده؟ عشان كده النهاردة جاي يقولك لو سمحت ما تيجي تحكي معي، قول يا أبويا، قول أبانا. شفت غلو الكلمة؟ عشان أنت عند ربنا شمس، وأنت عند ربنا قمر. ده أي واحدة لو جوزها في البيت قال لها إيه الجمال ده؟ يعني بتقعد أسبوع بقى طايرة من الفرح. لو قال لها يا قمر، إيه القمر ده؟ قمر 14 عندي في البيت ولا إيه؟ يا إيه ده العشيرة بتاعتها كلها، والتلفن لقى جميع أهاليها في مصر، وتقول حصل ولا ما حصلش؟ قال لي يا قمر. طيب ده كلام بشري، لكن لما ربنا يقول لك أنت عندي شمس وأنت عندي قمر، إيه المحبة إلهية. طب شمس وقمر على الأرض ولا في السماء؟ بدنا نفهم الموضوع. يعني أنا عند ربنا شمس وأنا على الأرض، ولا بعد لما أطلع فوق هيعملني شمس؟ قال لك هنا وفوق. قال حينئذ، ها حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. طب ملكوت أبيهم لما نطلع الملكوت ده، الملكوت لسه بعد الدينون. ما هو قال ملكوت الله في داخلكم، إذن هنا على الأرض وفوق في السماء. أنت شمس، أنت قمر، ما تبهدلش صورة شمسك، وما تنقصش من نور قمرك. أنت ليك مكان عظيم عند ربنا، وهو اللي دعانا كلنا وقال أنا أنسى كل خطاياكم، بس لو سمحت ما توقف قدامي، نديني يا أبويا السماوي، أبانا الذي في السماوات، مع الحركة بتاعت الاحتياج، التعبير عن الاحتياج. ربنا يدينا نعمة كلنا أن احنا نكون سامعين عاملين بهذه الكلمات. ربنا يفتح شهية قلوبنا كلنا للكتاب المقدس والأجبية وكل الروحانيات اللي بتدعونا إليها الكنيسة في أيام الصوم المقدس، ويبقى صوم مقبول يشتم الله من علو سمائه رائحة الرضا عن كل نفس بشرية دعاها وضع فيها الثقة وقال لها لما تيجي تصلي لي تكلميني قولي لي يا أبويا السماوي أبانا. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد، أمين. Yeah.
المسيح يسوع ربنا. أخطأت أخطأت يا رب يسوع اغفر لي لأنه ليس عبد بلا خطيئة ولا سيد بلا غفران. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لأن لك المجد إلى الأبد. لأنه مبارك الأب والابن والروح القدس الثالوث الكامل. نسجد له ونمجده. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن بشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي تألم وكبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيم بصم من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والاب الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترم معمودية واحدة مغفرة خطايا وننتظر قيامتنا أبي وأخواتي سامحوني. أختي نحن نسكن في صلاة غير مصلحة. شليل فلوجيسون إرنباسي كنتم نمانتينسون يا الله العظيم الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس تمته بالزور المعلن الذي من كل وحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصار. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رامبو بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطائرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة
لكي ننال بغير وقوف في دينونة من موهبة غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا. قبل بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة ولا شرق، انظروا ننصد بشفاعة والدة الإله القديسة مريم. يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. رحمة سلام ذبيحة مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن سيد ربي إلى الحق الكائن قبل دور المالك إلى الأبد السيد العالي الناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس قفوا انجيلوس نيارشي نيكسوسياني اسورونوس نيمتشويس نيجو ويلا شرق انظروا بكوتي
انجني شروبي اسمي مبال نمني سيرافيم نابيسو انتن اف ارهم نسخن امون ايفون ان اتكا رو افقو امو نيشرو بيمسي اوشتموك نمني سيرافيم سيتي اونا كبو شنفولم قو اموس جايجيوس ايجيوس ايجيوس كيريوس سافاوت ليريس او رانوس كيجي Agaeus sozo onxis قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغوات الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الإنقاذ بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلينا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا وتأنس وعلمنا طرق الخلاص أنعم علينا بالميلاد الفوقاني الذي من الماء والروح واجعلنا له شعبا مجتمعا وسيارا أطهارا بفعل روحك القدوس هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي
تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايا نزل إلى الجحيم من قبل الصالح حقا في فول خن اسمود خن بيو إما وصعد إلى السماء وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة الذي يظهر فيه ليدين المسكنة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعماله كرحمتك يا وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى لأنه في مراسمون أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم الطارتين اللتين بالعيب ولدنا سن الطوبويتين المحياتين نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين نظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أبو وسيد كل أحد نطاف شبه مول آمين أفز مورو آمين أفرق يزني مول آمين بستيف ومن كيومو لغو من كيدوك سازو Finito no final que eu se macetins ou o novo som sem som é evgoemos gente tu me volen chet fitero vai gar beba sumeto nevesh جنسنو نمهن كميشن ستيف ابكو فولنتن النوفي فيرتيبو
ارمي في طيب خنوم اسمي الكاس أيضا من بعد العشاء مزج من خمر وماء وشكرا آمين وباركها آمين وقدسها أطهر المكرمين قائلا خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذي وهذا هو أيضا بالحقيقة تشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى نار أيضا نصنع ذكر آلامي المقدس وقيامتي من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآب وظهور السنة الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
آل اسجدوا لله بخوف ورعدات نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد لك رسخ من آمين وهذا الخبز جعله جسدا مقدسا له آمين ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له أيضا نؤمن وحياة أبدية لمن يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ساقين كلنا سيدنا أن تنم قدساتك طهارة الأنفسنا كسادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا وحيدا نصيبا ومراسم مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدسا جامع الرسولية يا رب التي اقتنعت لك بالدم الكريم الذي لمسيحا احفظها بسلام وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها أولا نذكر رب أبانا الطبوع المكرم رئيس الأساقف بطريركنا البابا الأنباء تودروس الثاني وشريك في خدمة الرسول أبينا المطر المكرم الأنباء أنطونيوس يا رب ارحمنا فصلنا معهما كلمة حق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة لرقتك بالسلام اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة يا رب ارحم كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أنت رحمنا كلنا ما ارحمنا يا الله لا ضابط خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل مواضع كل دورة تباون الأرثوذكسيين يا رب ارحم والساكنين في بمن إلا تفضل يا رب هوات سماء ثمرات الأرض في هذه السنة بركة تفضل يا رب الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة بركة تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب فرح وجه الأرض ليروح أرس وتكسر أسمان وأعد للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق
باركك للسنة بصلاك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف من أجل نكون نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عن الكلك تترجى لأنك أنت الذي تعطيم طعما في حين حسن اصنع من حسب صلاك يا معطيا طعما لكل ذي جسن املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين المقدسة الكريمة والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كل عمل أجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا يا رب ارحم يا رب امر ابنك الوحيد ان نشترك في تذكار قديسيك تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء أبانا الأطهار وأسياء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيل والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصدقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء مجد العذراء كل حين والدة لله قديسة الطاهرة ما مريم التي ولدت الله الكريم بالحقيقة والقديس والنصاب والصاب والشهيد والقديس تفانوس رئيس الشمامسة والشهداء وناظر الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ويرس مالين رادس كوروس والقديس أسناسوس الرسول والقديس بطرس ختم الشهداء رئيس الكهنة والقديس هونان زبيل فام والقديس ودوسيوس والقديس أوفير والقديس متر والقديس كريلوس والقديس باسيلوس والقديس غنوس مارك بلايات والقديس غنوس صالح عجاب والقديس غنوس الأرماني وأسناس 118 مجتمعين بناقيا وال150 من القسطنطينية وال200 نباسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا والثلاث أنبا مقارات القديسين وجميع أولاد ملوبا الصليب وأبانا أنبا حزكموس وأبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وأبانا أنبا بولا الطموهي وحزقيال تلميذه وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة واربعين شهيدا شكشات والقوة القديسة أنبا موسى ويحنس كما القس وأبانا أنبا ضنقمس وأبانا زروج قس وأبانا بخوم صعب الشركة وتدرس تلميذه وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه وأبانا أنبا نفر السائح وأبانا بكراس الساعة وأبانا من الساعة وأبانا يوحنا الساعة وأبانا صموئيل معترف وسطه أبونا ترمزاي وأبانا القديس الشهيد العظيم ماري جرجس وأبانا القديس الشهيد العظيم أبو فام الجندي الوسيمي وأبانا القديس صليب الجديد ومريمين العجيبة وأبانا أنبا أبراهام مسقف الفيوم والجيزة وقمص مخيل بحيرة الميز وأبانا القديس البابا كيرلس السادس والقديس الأرشزياكون حبيب جرجس وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالات وطلبات ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي
دع علينا القارئون فليقولوا أسماء أبانا البطارك القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين واغفر لنا خطايانا. بركات المقدسة فلتكن معنا آمين. المجد لك يا رام يا رب لك المجد يا رام ارحم يا رام ارحم يا رام باركنا يا رام نايم آمين. وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فكرنا، الذين رقدوا وتنيعوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب نيح نفس عبدك أبونا الرائب القموس برنابا البراموسي الذي وتذكار الأربعين له في هذا اليوم. تفضل يا رب نيح نفس عبدك جورج عطلة في فردوس النعيم. تفضل يا رب نيح نفس عبدتك مديحة ميلاد مرامي في فردوس النعيم. تفضل يا رب نيح نفس عبدك سمير لطفي واصف الذي هو اليوم التامن له. تفضل يا رب نيح نفس عبدتك عايدة في بطرس في فردوس النعيم. تفضل يا رب نيح نفس عبدك حكيم عزيز ونادية برسوم الذي وتذكار اليوم العشرين لهم في هذا اليوم. تفضل يا رب نيح نفس عبدك ميشيل جوارجي في فردوس النعيم في الموضع الذي يهرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسي. يا رب ارحم فأولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك
ونم لنا بسلامك إلى التمام لك وبعزاك ما أيضا في كل شيء تمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس البركة والسلام لجميعكم ولروحك أيضا فلنشكر الله على ضابط الكل أبو ربنا وإلينا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإلهية الغير الماء نسجد لجسدك ضابط الكل الرب إلهنا آمين آمين صلوا يا رب السلام لجميعكم ولروحك أيضا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس
وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين، إذ قال إن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. خلصوا دانيال من جب الإيسون، الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بإصبع الله. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما أهل نينوى فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنه. تنبؤوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيئه بأجيال كثيرة. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الرسول وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الأب والإبن والروح القدس. كرياليسون سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي.
الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأبرار والصديقون ولباس الصالم وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله ونتناول بشكر منها بشكر لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مغزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك لآتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين أنا أيضا واغفر لي خطايا الكثيرة وحيث كثر الإثم فلتكثر هناك يا رب نعمتك ومن أجل خطاياي خاصة وكل نجاسات قلبي لا تمنع شعبك من نعمة روح قدوس حال نحق لكل شعب من كل خطية اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد والوحيد المقدس جامع الرسل اذكر رب ابن الطوبى المكرم رئيس الأساقفة بطريركان بابا الأنبا تودروس الثاني وشريكه في خدمة الرسول ابن المطرى المكرم الأنبا أنطونيوس اذكر يا رب كل الذين أوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك اذكر يا رب كهنة الكنيسة هنا واذكر رب الشمامسة
والخدام والخادمات. واشكر يا رب كل شعبك واحتياجات شعبك يا رب الروحية والنفسية والزمنية والعينية يا رب. اشكر يا رب المرضى اللي منتظرين منك يا رب لمسة الشفاء. واشكر يا رب ابنك الشماس زرعي تمم له يا رب الشفاء الكامل. واشكر يا رب كل طرح فراش يلتمس يا رب عون طبيب السماء يا رب. أنت قلت أنا الرب شفيك يا رب. كل واحد باسمي وكل واحد باسمي. اذكر يا رب المشاكل اللي في حياتنا كلها ولا سيما التي فشلنا في حلها يا رب. اذكر يا رب الضعفاء. اذكر يا رب الفقراء. اذكر دبر مشاكل النقاط والمتاعب. اذكر يا رب المباني التي تمجد اسمك عبر العصور تممها يا رب. اشكر يا رب كل بنت يا رب محتاجة من إيدك النسب الصالح. واشكر يا رب كل بنت محتاجة من إيدك يا رب النسب الصالح. أنت تعرفنا يا رب كل واحدة باسمها يا رب. نياح يا رب اللي انتقلوا إليك إلى سمائك سواء ذكرنا ما. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركا روحنا حقا وما روحك ايضا نصد بخوف الله. مين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدس يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين. واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد Χριστού του Θεού ημών. Αμήν. Αν, αν. Amen.
عمانوئيل إلى هنا هذا وبالحقيقة آمين. اعترفوا إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله قديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي اسلم عنا كلنا على خشبه الصليب المقدسه بارادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى أن غفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم رتلوا بنشيد قائلين الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السامائية كريالا يسوع Amen.
كانش عند اصفى فجبت ازرق. خلاص يا بابا عارف والبابا كيرلس السادس وابونا يوسوس الانطوني وعمرها مسيح المقاري وابونا اندراوس الصمويل الانبا يساب الابح وبركه قديس اليوم وبركه قديس ابو فامل وسيم قديس اخميم وقديس شهداء الفيوم وقديس صليب الجديد واطفال بيتلح وبركه هذا الصوم المقدس الذي لمخلصنا الصالح وبركه قديس اليوم القديس بوليكاربوس وبركه ملاك هذه الذبيحه صعد بها للعلو وبارك ثوالا واخيرا كاملة الطهر القديسة الطاهرة مريم ليستجيب لنا الرب وارحمنا من ادوه بدالة البنوة قائلين يا ابانا الذي في السماوات اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. والان محبه الله الاب ونعمه ابنه الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح وشركه موهبه عطيه روح القدس فلتكن معكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم وحافظ عليكم.